ايه ده عمك طانيوس؟ قال لي الحني بنروح على الصيد. قلت له الكيني يا طانيوس. قال لي بتروح على الصيد يا بدك تخليني. رايح ورجع راح ورجع، والله الكيني يا طانيوس طلع لقيته مخلص. ايش صار معك؟ قال له والكلب مش رايح. ايه ده عمك طانيوس على الفالنتين كيف بسمع صاحبته؟ ايه قلت له بدكش تكسر لي قلبي. قال لا تخافش ابصاش الفوق. قال له عجبني تليفونك يا طانيوس. قال له عجبني تليفونك يا طانيوس. ايه قال له كيف جبته؟ قال ربحته بالسبق. قال له كم مشترك انتو؟ قال له ثلاثة، انا والدرك وصاحب المحل. هيدا عمك طانيوس وصل على وحدة. قديش بدك؟ قلت له 50 دولار. قال له معي 10 دولار. 50 دولار بعمل لك اوفر. قد ما بدك تعمل معي. قلت لك ايش بدي اعمل هيدا راس سوقه يعني. قال له بس 10 ننطف الدو. قلت له يلا. فيت على الأوضة عمل أول مرة بعد فيك. قال لي اعطيني لحظة. عمل مرة تانية بعد فيك. قال لي ايه بعد فيك. قال لي ايه تالت مرة، رابع مرة بعد فيك، خامس مرة يطلع شو الفدين ايه ده، سادس مرة ايش هالخنزير. شوية داو الضو طلعت لقيت واحد حده. قلت له ونو طانيوس؟ قال له طانيوس على الباب عم بيقبض 20 دولار على الراس. هودي اثنين ختيارية قاعدين حد بعض. قال له كيف معك يا طانيوس؟ قال له مالك الزلمة عمرك 90 سنة وبتقول لي مالك؟ قال له شايف شي مالك بيقفل حدا. هيدا العم طانيوس عم بيتحمم وصاحبته. عم بيلايف لظهره. قلت له بقاش تكب بقاش تكب شامبوان على ظهرك يا طانيوس؟ قال له اي شامبوان خلص تقنيني من ساعة.